السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار العملات الرقمية. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن العملة اللي صار لي مدة كبيرة ما تكلمت عليها، واللي هي عملة الاي اي دوج. اخر التطورات اللي انطلبت مني بالتعليقات راح اتكلم عليها بهذا الفيديو، راح اتكلم عن تحليل العملة. اما بس الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. اول اصدقائي، عملة الاي اي دوج ارتفعت بنسبة 12% اخر 24 ساعة، ووصلت الى سعر 0.9017.6، حيث ارتفعت من منطقة 0.9015.20. حاليا اصدقائي العملة في مرحلة صعود رغم ارتفاع البيتكوين بشكل كبير، الا ان عملة الاي اي دوج ما ارتفعت بها النسبة المتوقعة اللي هي 20 او 30%. حاليا بيتكوين اصدقائي ممكن يصحح مرة تانية لمناطق 26,000 دولار، وهذا الشيء اللي ممكن نشوف انخفاض بعملة الاي اي دوج. اذا بنشوف عملة الاي اي دوج فوصلنا الى قاع سعري رائع جدا. اذا بنشوف الماك دي شبه انتهت مرحلة البير ماركت بهاي العملة، وراح نبدأ بالصعود. حاليا مجرد ما يبدأ صعود عملة الـ AI دوج ممكن نستهدف مناطق الـ Moving Average 200 على فريم الأربع ساعات، اللي هي عند منطقة 0.9025. في حال اختراقنا لهاي المقاومة رح نتجه للمقاومة التالية اللي رح تكون عند منطقة 0.9035، يعني ممكن نحصل على ارتفاع بنسبة 1x خلال الأيام القادمة. عملة الـ AI دوج رغم عدد قطعة الكبير جدا اللي هي بتتجاوز 210 كوادرليون قطعة، ومعروض للتداول تقريبا 83% من عدد القطع، ولسه عندي قطع لا تزال جاهزة للطرح، يعني راح يتم طرح تقريبا 17% من عدد القطع. حاليا ماركت كاب للعملة 30 مليون دولار، وإذا تم عرض المعروض للتداول فنحتاج لماركت كاب يساوي 37 مليون دولار إذا تم طرح جميع القطع المعروضة للتداول. حاليا شوفي عندي أخبار عن عملة الاي اي دوج، العملة عم تستعد لإنشاء منصة وطلق مزيد من الرموز الويب 3 على هاي المنصة في غضون 20 او 25 يوم. راح يتم اصدار هاي المنصة ويتم اصدار هاي القطع. طبعا الرسوم اللي بتاخدها المنصة 50% من هاي الرسوم راح تروح لشراء عملة الاي اي دوج، لكن ما راح تروح للحرق، راح تروح لتوزيع القطع على حاملي عملة الاي اي دوج. اذا انت حامل عملة الاي اي دوج على محافظة مركزية، فتلقائيا راح تنزل لك ايردروب على محفظتك بعدد قطع زيادة وعدد قطع اضافية على عملة الاي اي دوج. اي شخص مخزن للعملة راح يحصل على قطع مجانا بدل ما يتم الحرق، وهذا الشيء الانسب انه يتم حرق القطع. عدد القطع المهول هي 210 كوادرليون قطعة، لا راح يتم التوزيع اكثر، وهذا الشيء سلبي. ممكن الموزعين او عدد القطع يتم توزيعها يقوموا ببيع هاي القطع ويسبب هبوط في العملة. ما في اخبار قوية عن العملة اصدقائي، وحركة العملة واضحة لحد الان. اقل حد اصدقائي ممكن نرتفع لمناطق 0.9025، واقصى حد ممكن نعمل 1x بهاي العملة. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس وتضغط لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.